مشاهدينا ومتابعينا متابعي موقع المصري اليوم، مساء الخير عليكم من محافظة بورسعيد. النهاردة بيتزامن مع يوم العالمي للمرأة، معانا مرأة بورسعيدية مثل للكفاح، تعتبر أول مكواجية في بورسعيد، يمكن المكواجية الوحيدة اللي موجودة كمان في محافظة بورسعيد. احنا هنقرب منها، واحنا زي ما احنا شايفينها كده بتكوي، يعني واقفة في وسط الشارع. احنا حتى جبنا المكان، هي مقفلة بيت مكان كده خشبي في الشارع وبتشتغل وشقيانة، وهنقرب منها ونعطلك شوية. معلش يا ام حسن، ثواني كده معانا. وانت يا حبيبي ام حسن اتفضلي، بس نسيب مكوى شويه ونتكلم سوا. اتفضلي يا حبيبي. ايه عامله ايه؟ الحمد لله، والله الحمد لله. الحمد لله. إيه كل سنه وانت طيبه قبل طيبة اي حاجه. ربنا يجعلك سعيده يا حبيبي. إيه احنا طالعين معاكي النهارده وعايزين نقول لك ان النهارده اليوم العالمي للمراه. ربنا يجعلك سعيده. وانت مثل حي للسيده المكافحه. ربنا يجعلك سعيده ويكبر خاطرك يا رب، وفيكي شر الوحش، وجعلنا كلنا كده في خير يا رب وسعاده، ويجعلنا سبب خير لبعض يا رب، ويكفيكي شر المداري. زي ما انت بتكبري في خاطر تقولي لي اليوم العالمي للمراه. اه والله ربنا ما كانش في اليوم العالمي للمراه سيده مكافحه زيك. ربنا يجعلك سعيده. يعني شغلتك صعبه، يعني ربنا يخليكي. المكواجيه دي حاجه مش سهله. في بورسعيد بالذات ما فيش ست تلاقيها بتشتغل الشغلانه دي. لا دايما اللي محتكرها الرجاله. بس انا خدتها يعني عن جوز الله يرحمه، وبدات فيها اشتغل فيها، عشان خاطر انا صعب عليا ان انا اقفل المكان. فقلت اربي ولادي بدل ما اشتغل بره عند الناس اشتغل في مكان جوز الله يرحمه. انا كنت بقف معاه قبل كده. انت قلت لي ان جوزك، بقى احكي لنا كده. جوزك تعبان؟ جوزي كان تعبان. وانا لما تعب فانا بقى كنت بشتغل بره، فلما تعب بقى جيت بقى اقف معاه هنا واسنده واقف معاه وكده. وتشتغلي واشتغل. هو كان مكوجي. وانا جيت مكانه بقى اقف مكانه، يعني وقفت معاه قبل ما يتوفى، وبعد ما توفى انا ماسكه المكان مكانه. طيب هو انت قلتي لي ان هو عيا، وانت فضلتي قاعد في البيت نام، نزلتي اشتغلتي، وبعد ما توفى برضو وقفتي على الشغلانه دي. هنرجع ونقول لك الشغلانه نفسها صعبه، يعني مكوجيه، يعني بس ليها مشقه، مش دايما بتاعت رجاله اكتر. يعني انا قلت اشتغل فيها، يعني احسن ما راح اشتغل عند حد، يعني احسن ما اشتغل عند الناس اشتغل في مصلحتي. يعني هي مشقه نعم وتعب وكده، بس في نفس الوقت احسن حاجه ان انت بتشتغلي في حاجتك. يعني دي مكانك، ما حدش بيقول لك اعملي كذا انت اللي بتعملي، فهماني؟ لكن انت لو رحت عند الناس ممكن لو سبت الشغل يوم هيخصم لك، انما انت قاعده في مصلحتك. تمام. اشتغلتي. طب بتاكل كام بقى؟ سؤال كده محرج، بتاكل كام؟ عشان الدنيا دلوقتي الاسعار اختلفت. أربعة. يعني السيدات بتاكل كام؟ أربعة خمسة. إيه؟ 4 جنيه، 5 جنيه. ليه يا شيخ 4 جنيه؟ والله اول حاجه. في حد جه يطلب 4 جنيه؟ والله العظيم 4 5. واحيانا ناس بتكوي وتاخد الفلوس هدوم وتروح، وبعد كده ربنا يفرجها. دي يعني احنا ممكن تقسطي للناس. والله وحياة يعني ربنا. تقولهم لما يبقى معاهم. والله اللي معاه يعني في مثلا بيبقى معاه بيحاسب، واللي معاهوش لو عايز قميص حاجه بنطلون عايز يكوي. ولادنا حد في الحته، كلنا مع بعضنا واحد. يعني ما عندك كام سنه؟ انا عندي 49 سنه. 49 سنه شقيانه منهم كام سنه يا ام حسن؟ كتير والله، من يوم ما اتجوزت والحمد لله بشتغل الحمد لله. انا شايفه دموع في عينك يا ام حسن. الحمد لله والله، الحمد لله والله. ربيتي اولادك ودخلتيهم، عندك ولدين احكي لنا بقى. عندي حسن وعندي عبد. دخلتيهم الجامعه؟ والاثنين دخلتهم الجامعه، يعني علمتهم وقفت معاهم، وكنت بشتغل واسيبهم مع ابوهم الله يرحمه. والحياه لازم تبقى كده، امال يعني هنقف نعمل ايه؟ المعاش ما كانش يسد، يعني ما كانش يمشي، فلازم دي جنب دي تساند، فاهماني؟ طب انت عانيتي اكيد. طبعا، امال ايه؟ ما فيش. وكمان عملت عمليه اثناء تعبي، ونزلت بعد 15 يوم اشتغل. يعني انا كنت عامله عمليه الرحم، وبعدين جيت اشتغلت، وقفت اشتغلت. يعني عشان خاطر ايه؟ عملية محتاجة راحة. والله العظيم ما ارتحت، انا بقيت في البيت تعبانة، بقيت حاسة ان شريان حياتي في الشغل مع الناس. وانا بكوي وانا بشتغل، يعني انا 15 يوم في وش عدوي كنت انا جاية الشارع وبكوي وبشتغل. برضه بعد العملية. والله العظيم. والله، امال ايه؟ مصلحة. لازم الواحد دي مصلحته. على لوم تعيش. امال ايه؟ الحياه صعبه، ومحدش بيقول لحد انت، يعني كله الناس يعني الحياه صعبه وغاليه، وانت ما اجتهدتيش مش هتلاقيه. طيب احنا هنرجع ونقول لك برضو إيه، انت جواكي اكيد حكايه كبيره، يعني واحده سنين شقيانه، سواء كان جوزك وهو عيان شلتيه.
وفضلتي جنبه. طبعا ولو موجود الوقت اشتغل مثلا نفسي مثلا لا ولا هو لا. في ناس كتير بتفكر لا في التوقيت ده لا كده. لا هو اهم حاجه انا ده انا كنت عايشه انا لما كان هو تعبان وانا والله والله ده حقيقه اما كان هو حبيبي تعبان انا كان ربنا بيديني الصحه عشان اقسم برب العزه انا كان ربنا بيديني الصحه عشانه. انا لما هو توفى انا تعبت انا منزلت اشتغل وكله بس الراجل في دار الست حتى لو هو تعبان بيدفعني كان بيدفعني كنت اطلع وانزل كان لي يعني كان يجي العيال يجي يبص عليهم بيكلم على العيال يجوا مذاكره انت رايح بيبقى له يعني بيبقى له حاجه كبيره في حياه الطفل سند وظهر لي طبعا حتى طبعا. لو هو عيال كل حاجه طبعا 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 ولما مات لما مات بقى الحمد لله برضه قعد تساند واشتغل وانزل ليه عشان ولاد عايزين يتعلموا وعايزين دروس وعايزين لبس وعايزين مصاريف وعايزين اكلوا وتدفعي كهرباء وتدفعي ده وتدفعي ده ضغط الحياه النهارده انت لو ما اجتهدتيش مش هتعرفي تعيشي فجيت وقفت في الحته دي والحمد لله ربنا بيعيني والحمد لله زبايني مش وحشين ناس طيبه برضه والحمد لله ماشيه الحمد لله ماشيه انت ست جميله لا والله انت اللي جميله والله, والله جميلة انت اللي جميله فعلا لو احنا قلنا ان انت رمز للمراه المصريه الاصيله فانت ست لا والله الراجل الست لو عندها راجل ربنا يخليه لها وتشتغل يعني انا كان هو كان تعبان انا كنت باخده كده اشيله على كرسي والله 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 انا كنت بشيل جوزي الله يرحمه على كرسي واطلعه انا وجارتي تسندوا معايا وانا شايله على كتفينا واطلع وانزل والله كانت احلى ايام عندي واروح ودينا وودينا انا ما تعبتش اللي ما هو توفى ده حقيقه مش بقولها تمثيل اقسم برب العز ده حقيقه انا لما كان جوزي تعبان وبشقى وابوه تعبان كان ربنا بيعيننا عشانه واعطيني صحه عشان انا ما حسيتش ان انا تعبت ولا جالي ايه بعد عنك يعني تعبت تعب كتير الا بعد ما هو توفى يعني حسيت فعلا انني انت بتربي انت مجرد حاجه لولاد بتجيب لولادك كل حاجه بس فين اللي بيحس بيكي ولادك طبعا مش بيحسوا بيكي هم عايزينك انت تاكلي وتشربي وتلبسي وتعلمي عايزين كل حاجه لكن انت فين في كل ده الراجل بيبقى كيان الست فينا يعني الواحده بتيجي تبص تتركن على راجلها انما احنا الحمد لله على كل حال الحمد لله الله يرحمه الحمد لله الحمد لله والله كنت زوجه صالحه لا والله هو كان راجل طيب والله بعد ما ماتوا كمان وانا عايشه على حس الله بحسه والله وما وقفت هنا الا بدعاء ليا والله يعني دعاء ليا هو كان شغلته مكواتي انت حافظتي على جوزي كان بيكوي من ايام المكوى الرجل وكان بيكوي من ايام البابور وانتي كنت بتقفي جنبه هو لا هو كان لا هو كان لا انا هو كان الاول بيكوي ما كانش برضى ايام معلش ايوه اتفضلي لما كان هو الاول ما كانش كان برضى يخلينا انزل يعني كان هو لما هو ما خلنيش انزل الا لما اجى بقى الظروف دي قال لي لا احنا راح هو بقى شاف لي شغله عند الزباين من عنده وهو بقيت انا سنده في شغلي اللي بره وهو هنا واجي مثلا يجيب لي ايام الباله كنت انا اخد الباله اغسلها له واجيبها شغلانه الباله دي ايوه كانت هنا كنت احنا كنا البالات اغسلها ولكويها امال ايه في باله كانت لازم تتغسل الاستوكات كانت تيجي كانتش الاول زي الايام دي كده بالكيلو والكلام ده كان بيجي الاستوك مقفول من الاستيراد عليه كان يلقى فيه كل حاجه خد ربنا كنا احنا في حاجات تتغسل وفي حاجات احنا عشنا يعني عصر جميل ايام ما كانت الباله بتيجي من بره والشغل والمنطقه الحره كانت ايامها كانت جميله انما الوقت احنا معتمدين على زبون البيت فاهماني يعني احنا على زبون البيت بس يعني انت المكوى اللي بتجيلك دي من البيت البيوت يعني اكوي ستاير اكوي قمصان هدوم يعني عبايات على موسم رمضان وموسم العيد هيجي لك هو ده ببقى بايته هنا انا ببات في الحته دي طب انا عايزه اقول لك اتفضل ظهرك ووقفتك والله بحس ان كياني في الشغل والله وحياه ربي انا لما بقعد في البيت انا لما بقوم من النوم ببقى عايزه اجي الدكان باي طريقه باي طريقه بحس نفسي في الشغل يعني مش مثلا انا لو قعدت في البيت اقول انا اللي قاعد النهارده لا انا عايز انزل الشغل عشان اولادك كمان كبروا وفي جامعه ومش فاضيين وكده والله والله انا بحب الشغل عامه يعني انا كنت اقعد اقول له انت بتنزل بدري ليه اصبح اللي انا كنت بقعد اقول له عليه لقيت نفسي انا فيه يعني انا في الشغل وفي الحكايه دي لقيت ان انا عايزه الشغل دي المكوى اللي انت بتشتغلي بيها ورينا كده فرجي الناس لا المكوى دي باب رزقي ودي شريان حياتي دي المكوى والله والله دي المكوى دي شريان حياتي مع ان انا عمري ما كنت بعرف اكل الاول الاول ما كنتش بتعرف تاكل لا ده
دلوقتي بقيتي؟ الحمد لله دي حبيبتي، دي ده حبيبتي يعني، انا الحمد لله الحمد لله على كل شيء. والله شكرا ليكي. لا والله احنا بنتشرف بيكي والله يا ام حسن، ربنا يخليكي ويجعلك سعيده. اسمك انت بقى ايه؟ احنا بنقولك ام حسن. انت ايه شهرتك ام حسن؟ اسمك انت ايه؟ سماح حمدي. سماح حمدي. شكرا ليكي، ربنا يخليكي يا استاذه ويكرمك ويسعدك ويكفيكي شر المداري، وده شرف ليا لان حضرتك جت تصوري معايا. والله العظيم والله شرف ليا، وربنا يجعلكم سعداء يا رب ويصلح حالكم. ربنا يكرمكم يا رب. شكرا ليك. طبعا لكل مشاهدينا ومتابعينا، احنا امام يعني سيده بتجسد يعني ايه سيده مكافحه. هي حكت بنفسها التفاصيل ودموعها كانت غلباها، ولكن يبقى الاساس هي المرأة المصرية اللي ما ينفعش تتقارن بأي سيدة أخرى في كفاحها وفي مثابرتها على إن هي تاكل لقمة عيش حلال أيا كان المجهود وأيا كانت المشقة، حتى لو المهنة مهنة رجال. وكنا معاكم بالبث المباشر مع أول مكواجية يمكن في محافظة بورسعيد، ولو قلنا إن هي المكواجية الوحيدة كمان في محافظة بورسعيد. كنا معكم بالبث المباشر، وكانت معكم شيماء الرئيس.